بهدلنا يا عتاقنا ودي بهدل بحالتنا ودي قاتلنا وزد فجر منازلنا ويا عولانا بوابو هم عبده وعلوه يجي يزعل شنك الصف والوحده وكل احد منهم يبقى الظهر حقده والغل لولا عبد وابو وابو جميل يا ابو جميل يا ابو جميل اسمي والكل هذا اللي فيها كوني انا الله يرحمه فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الله نقدر ننزل فيها من بعد انا من الله جمج طبعا نباع وجمجمه دي الحين ما 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 اقول لهم ذا عيني ادخل عزيهم ولا ارجع اواصل الاستشهاد ولا كيف يعني امرهم الى الله ايه يا بيت الشهيد ايه يا اخي يا محمد 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 عمر يا اخي قد حسين اخي قد ما انا اخو حسين كيف قد ما يا اخي حسين اخي قد استشهد يا اخي ما استشهدش الله يرحم والديك انا بخير يا اخي قد استشهد وجابرنا وقبرنا يا ما تركنا نستشهد بسرداني بسرداني يا محمد انا جاجلنا فرحتها من امي يا محمد يا اخي الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا اخي وانا اقول لك اخي حسين قد استشهد وجابرنا قد جابرناه قد امه محمد تجابرنا علشان نستشهد اخي حسين واليوم طلعت علي حسين من اين يا اخي يا اخي بسرداني دفنتني انت دفنتني بيدك بسرداني ما بسردك طيب انا حسين يا اخي وبصير الصوره انا حسين الصوره ثانيه انا مهجم وانا منعم ايوه انا كنت ازرع مع السعوديه كبسه يوميا ايوه ذحين فرلت هنا مع الصفقه الاخيره وش هذا الذي قبرنا من هو ما دراني من قبرت يا اخي تقل اخي قبرت حسين حسين يا اخي انا اخوك انا حسين هي انا انت اخي باسم امي فاطمه بنت علي حسين لا صح خلاص وعلى ما تنصحنا وانت واصل في البيت على الثوب هذا الثوب عدو حقي يا اخي رقم خمو 17 مالك يا اخي تقل ما تعرف شخوك هكذا ما تقدر تسكر بس ما تهرب ها يا اخي اللي حي الحمد لله على الشهادة قصدي الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا أخي دحين قول لي أين كان أنت يا أخي أنا كنت من ضمن الأسرى الذين يسكنون في الحدود وقعدت الحين صفقة وخرجت نعم إن هذا الحين أمة الصلاة هذا كلها في الحال وفي كلهم وقناة المسير أعلنوا أنك استشهد دحين كيف أقنعهم أنك طهي كيف يفعل خزاوي الله عيدوا ما يخرج بسع ما خرجت مريم بنت عمران بنت عيسى قال كيف معك عيني يا أخي أنا خوف سرني إن هذا الحين وذا أبو جبر قال أنك كان أنتم في موقع واحد وكان أنتم في مدرسة واحد وأن أنتم قاتلتم بتال البطال وهجمتوا وشيليتوا مواقع واستشهد والله يا أبو جبر يا أخي هذا اللي ما بدأ بديل للجبهة وأنه قد جالس في المؤخرة جرائد إنه ذا جرح قبل فترة يا أخي وقد قاتل هو أبو سق وكوان على ستنين بنادق قوم سلسل أبو جبر هذا أشغلني أنا سلسل أبو جبر ناولني من هو شكشككم اللي ما بيتصل خالي قريب ورا صاحبي يا مرحبا يا خال كذلك باب الباب هيا ادخل كذي فرصة انا قبل بابه هذا معي لك مفاجأة ادخل يا غلطن يلا قبل بعد انا بحالي ولو يتفاجأ ما هتحرك ابطر حق خلو يا مزاي ادخل السلام على بعث الله من فوقه
اهلا يا اخي. سلام ورحمة الله. منو هذا؟ انت؟ منو هذا؟ كيف منو هذا؟ هذا اخي حسين. كيف منو هذا؟ من هو؟ يا اخي انا حسين. حسين حسين قبرنا لا تجنني. هذا حسن بزية. حسن ما قبرنا. ما قبرناه ماشي. يا خال انا بزيف ما لا بزيف انا قبرته شرتني 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 بعينك هذا شرتني. بسرق الله ابو جبر بسرق. الظاهر انه المفتاح اللي اتهله السيد ما فتح باب الجنه ورجع يتي بيفتح ثانيه وما هو اي المفتاح. يا اخي مالك المفتاح الجنه مفتوحه في دار حقك. كان ما هو فهمني انا ايش تفهم اين انت والا اليوم فهمني يا حسين. كان انت أنا كنت أسير مع كنت أسير وتشي دانا أن كنت يا خال. أنا كنت أسير مع السعودي يا خال. أسير يعني صرت مع العدوى. أسير يا خال مسكوني في المعركة. أنا كنت في الجبهة ومسكوني بعد هذا الحين بعد صفقة تبادل أسرى وخرجت معهم يا خال. فهمت. ها وذا الحين أنت يعني ضويت. إيه وذا أبو جبر قال لنا إنه شدة وما أشي. أبو جبر ضحك علينا قال السيد إنه لا نشوفكش. أنا بقول إحنا أبو جبر يا أخي اتصل أبو جبر. يلا بسم الله. أبو جبر والله يلا. يلا ما أعدل من التجي مثلا ما ولا يخسرنا بالموت. خلنا على كم سجلنا؟ 14 قرية. 14 قريت قريت بني بني ها على بجبالة. أيوة بجبالة. كم؟ 40 قتيل من الجاهلين واربعة شهداء من المسيريين. 40 قتيل من المجاهدين واربعة شهداء من المسيريين رحمهم الله. اها كم قلنا؟ 24 بندق مفقودة. ويا المال. وايش؟ ايوه جواج وكم كم منو 84 جنيه. 84 جنيه اصابك متفلت. 84 معنا هذا عشان اشي خلاص. هذا اللي معانا. سمعت؟ لا تفهم لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. يا مرحبا. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. مرحبا. حالك أبو جب؟ حيامك. كيف أنت؟ كيف الدنيا؟ نابل. ليش؟ والحبو. أهلا وسهلا. الله يحييك ويبقيك. علمكم. علم خير. ما بالله. يعني قلنا نجي نرباك عين انت ولا عاد تشوفنا. اي فيننا من صحراء لا صحراء ومن جبل لا جبل ومن تب لا تب. جهاد جهاد مع نبي جهاد يشوط. وانتو اكيد قد تشوف مجاهد ان يأرصتهم فضو لك حالة ثانية. لا ما 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 اجي ما اجي. كيف؟ احنا ما احنا وما لكم جبهة امان عرضة. احنا جينا نشوف يعني نتأكد ما قصة حقك الاول نشي نسمع عاتها وقت. لانه يوم ما جيت عندنا يوم العزاء ما شدرينا. كيف عزاء الله؟ والله زمان علي شدع كداو. سجلوا معنا الصوت فالولقة. احلى جبهة اختل لكم احلى جبهة. جبهة ما احنا جينا نبسر الجبهة الاولة. احنا شي جابلنا عن فضولتك انت احساي اخي تسفاي ابو حسين. الله هو بتستشهد منه. اي بتستشهد بنت بندواي. ها صح لحمها الله لحمها الله. حسين يا اخي كم بطل. ايوه هذا خي قلت كان لك واحد يقرا زازا بالرزازا. لحمها الله. دخلنا احنا ولا لا حفل الباطل. اينه؟ لا حفل الباطل. اي محفر الباطل هذا؟ والله ما لي علم. بس قال له حفل الباطل قلنا حفل الباطل. ها ايوه ماذا هذا الباطل؟ اشتغل تخلى عن جاهد. ها تخلى عن فعل يعني الحمد لله لا هامش. لا لا لعم والدي. وبعد قلت احنا ماشي وقلح باللق. الله يلحق قلح باللق. بس المرة الأولى هو قانص. قلت قانص باللق قانص باللق. بس انت جاي قلت في السعودية تحضر قانص جو وبر بحر الأرض كل شيء صاحب التقنية الحديثة يا قدر. ايوه كنص بالبلوتوث كنص بالوايرلس كنص بال لا لا وكل ما كنت وبعدين عدالي كف قعبنا
لحمه الله شهيد كنيسه يقول لي كل اخوتي لا يفلس والجهاد لا يفلس والجبهة لا يفلس والميدان لا يفلس والصين من هذا من هذا يقول لك هكذا حسين هكذا اقول لاخوتي لا يفلس والجبهة وخالي 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 ما قال اطحنك من خالي لا وخالي لي منعك يا خال كان يجي تقول هكذا لي منعك يا خال انت صاحبي وعلى ان يمضي في لك بالشهداء وعلى ان يواصل يحافظ على المسجد القرآنية وفالق الحياة وفالقت له الحياة ومات شهيدا أنت متأكد إنه قال هكذا الله المستعان قال لي هكذا أيوه وما إيش قال لك حسين 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 يا ربي يا ناس يقولوا لابو وابو يفهمني واحد يفهمني يا ناس لا لا هوا يا هوا انا اشتي يفهم حتى انا يا جماعة انا اشتي يفهم من الليل البلاد خرم يفهم الشعب من دي يقضى على القرب وعاد وشتين ستك لشتى مريا رجل مان الذي سبب ابدو اكيد اجعو لنا عاقل الحاري فهمني انا اشتي يفهم وشعبي يفهم قلوب العفاشكم زيدكم عبده وعلوه يجي يزعو لشنك الصف والوحده كل احد منهم قد ظهر حقده هو الغل لولا عبد وابو وابو يفهمني اشي واحد منكم يفهم